بعد 43 دقيقة تحياتي لكم الناس الكل ما تكونوا معنا في الاستماع وأيضا في المشاهدة على الديجيتال متاعنا فيسبوك انستغرام يوتيوب كالعادة ولا على زون دو كابافي من وين ما تكونوا تسمعوا فينا من وين ما تكونوا زادة فوالا دونك في كرهبكم في دياركم في تاكسياتكم زادة كيف كيف وتحية لكافة السواق وسائل النقل الجماعي تاكسيات نقل جماعي كيران زادة كيف كيف نجدد التحية للناس الكل وتحياتي الخاصة زادة والخالصة لكافة مستمعينا وخاصة زادة مستمعاتنا ونسلموا بكل حب على سوار تسمع فينا توا تحية كبيرة برشا لها صديقة وتسمع فينا توا ديجا من ليزون دو كابا في اميالا سينو حلو ما نمشيو توت سيت نمشيو للاكتو فيسبوك اكتو فيسبوك في جديد اخبار الاعلام اخبار الفن اخبار الثقافه زاد كيف كيف من اكثر الاخبار اللي تداولوها مواقع التواصل الاجتماعي كيف كيف زاد المواقع هذوما زاد اللي كانت لهم تفاعلات كبيره مع الجمهور التونسي نحكيو على احاله سونيا دهميني على التحقيق واللي هي خبر تفاعل معه الجمهور التونسي ككل نحكيو زاد كيف كيف على الدواجن اللي تكون متوفره الحمد لله في شهر رمضان لكن باسعار جديده عرفتها كي يعطيك خبر به لكن في الاخر بكل يوم بيك ديراباج الأسعار هذه شنو طالعة طايحة هل أنه معناتها الأسعار باش تكون في المتناول نظرا بالطبيعة إلى الظروف المعيشية اللي ولات صعيبة على الناس الكل فوالا دونك شنو باش تكون أسعار الدواجن تو نحكيو بعد شوية بالأكثر التفاصيل ليلى عبد اللطيف زاد اللي يتعلق على انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هذا بالطبيعة الحدث هذا اللي صار واللي ديجا تناولته مواقع إعلامية من شتى البقاع العربية زاد مش حتى في مصر كهو ولا في تونس كهو لا على الصعيد العربي سورتو نحكي زاد على الهاشتاج اللي صارت قبل بنهار من احمد العوضي اللي كان يهني في ياسمين عبد العزيز واللي قالها جويز انيفرسير وقالها كل عام وانت حيا بخير وربي يخليك ليا لكن اللي متغدوا بعد ساعات قليله جدا زاد 10 سوايع يعلنوا على الانفصال نتاعهم انفصال تام زاد كيف كيف على مواقع التواصل الاجتماعي نمشيو بكم الى الخبر الاول واللي هو ديجا شحكيو على ليلى عبد اللطيف ليلى عبد اللطيف اللي ديجا حكيت على معناتها علقت على انفصال ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي اللي هو ديجا الانفصال هذايا عمل ضجه كبيره دونك اصدم بها اصطدموا بها الساحه الفنيه وخصوصا في ظل توقعات اطلقتها خبيره الفلك اللبنانيه ليلى عبد اللطيف مع بدايه العام هذايا الحالي على انفصالهم في العام الجاري ليلى عبد اللطيف اللي تعلق وفي تعليق على الانفصال هذايا قال المكتب الاعلامي لخبيره الفلك والتوقعات اللبنانيه ليلى عبد اللطيف في حديث خاص لمجله سيدتي انه ليلى ما تصرحش ولا مش باش تكتفي بالقوله للاسف حدث التوقع هذا وكنت اتمنى الا يحدث واكتفت ليلى عبد اللطيف بالكلام هذايا وان رفضت الادلاء باي تصريحات اضافيه على الموضوع هذا كانت الفنانه ياسمين عبد العزيز اللي اعلنت في سهرية الثلاث على انفصالها بصورة رسمية عن زوجها الفنان أحمد العوضي وهذا من خلال منشور كتبته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وإن قالت تم التلاقي الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير هذا زاد كيف كيف بدوره أعلن الفنان أحمد العوضي الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك دونك وكتب كلمات زاد دونك تم التلاقي الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير بالنسبة للتوقعات بوقوع طلاق بين الثنائي بين العامين 2024 و2025 اللي كانت خبيرة الفلك والتوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف تنبأت بانفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وين استضاف الإعلامي نيشان ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك والتوقعات اللي توقعت زادا وقوع طلاق بين الثنائي في عام 2024 ولا عام 2025 بطريقه مفاجئه باش يتفاجئ الجمهور برد ياسمين عبد العزيز عليها وين اعادت نشر الفيديو على حسابها الرسمي على انستغرام وعلقت ياسمين عبد العزيز قالت بلاش انت يا ليلى يا ساتر يا رب وحينها رد احمد العوضي على الفيديو قال كذب المنجمون ولو صدق وهذا بالنسبة فيما يخص إلى انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بالنسبة إلى سونيا الدهميني اللي هي تنظر السلطات القضائية اليوم الأربعاء في شكاية رفعتها وزيرة العدل لجفال ضد المحامية سونيا الدهميني بعد تصريحات أدلت بها على وضعية السجون التونسية وباش تحال الدهميني على التحقيق من أجل تعمد استعمال أنظمة معلومات واتصال باش تنشر أخبار كذبة ونسبة أمور غير حقيقة بهدف الإضرار بالأمن العام وتشهير بالغير والتحريض عليه هذا بالنسبة
إلى موضوع سونيا الدهميني وإحالتها على التحقيق. لكن كي نحكيه على الدواجن متوفرة خلال شهر رمضان لكن بأسعار مختلفة، هو أن في رئيس الغرفة الوطنية لمسالخ الدواجن ومحولي اللحوم فتحي غريب في تصريح إذاعي ليه أنه فما تسجيل نقص على مستوى إنتاج الدواجن، موضح أنه نسبة الإنتاج تقدر ب 146 ألف طن سنويا موزع بمعدل 12000 طن و200 شهريا، وين تم زادة بأنه المنتوج حاليا متوفر بأسعار مش باش تتجاوز 10 دنانير على مستوى المستهلك، وفي حال ارتفاعها يكون صعيب جدا. وأفاد زادة كيف كيف فتحي غريب بأنه اللحوم الدواجن باش تكون متوفرة خلال شهر رمضان بالكميات اللازمة، باعتبار أنه التونسي عادة ما يخير خلال هذا الشهر اللحوم الحمراء والأسماك في عوض الدجاج، هذا بخصوص الاضطراب الملحوظ مع بداية جان في الفارت، ونبين أنه باش يعود سوف يعود إلى إنفلونزا الطيور اللي شهدتها أوروبا وخاصة في فرنسا في بداية 2023، وهو ما تسبب في تأخر توريد مهات الدواجن لمدة شهر. ولذلك كيف كيف اللي هو لأدب دوره إلى تمديد حلقة الإنتاج. في السياق ذاته اعتبر المتحدث أنه الارتفاع المسجل مؤخرا في الأسعار ما يمكنش وصفه بالكبيرة في ظل المعاناة اللي يتكبدها المذابح ومحاولي اللحوم عندهم سنوات طويلة، هذا وفق قوله. أشار زاد إلى غلق حوالي 20 مذبح في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2019، وين تراجع عدد المذابح في تونس من 36 إلى 14 مذبحا فقط. هذا بالنسبة إلى الدواجن المتوفرة في شهر رمضان واللي الأسعار متاحة الحمد لله ربي بشكون في المتناول، هذا بالنسبة إلى حسب رئيس الغرفة الوطنية لمسالخ الدواجن ومحاولي اللحوم فتحي غريب. نمشي بكم إلى الماتش متاع البارح، وأكيد الناس كل تفرجتوا في الماتش متاع البارح وتفرجتوا في المباراة ما بين تونس وناميبيا كيفاش كانت وكيفاش انتهت. إثر الإصابة اللي تعرض لها البارح في مباراتنا ضد ناميبيا أجرى صباح اليوم اللاعب طه ياسين الخنيسي كشوفات برانين المغناطيسي، وأثبت تعرضه للإصابة على مستوى الرباط الصليبي الداخلي للركبة اللي زاد باش تحرمه من مواصلة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية. هذا بالنسبة إلى الصعيد الرياضي، وهذا بالنسبة إلى أكثر الأخبار تداولا خلال العشر ساعات الأخيرة. ولا دونك من صباح اليوم حتىكش التو دونك هذه أكثر الأخبار اللي تداولوها مواقع التواصل الاجتماعي واللي تفاعل معها الجمهور التونسي بشتى أنواعه، من السياسة للاقتصاد للاجتماع زاد كيف كيف للثقافة والفن وغير زاد كيف كيف هذايا الرياضة، وكل واحد كيفاش علق البارح على ماتش تونس وناميبيا بطريقته الخاصة. ولا دونك نخلت معكم تدسويت للأربعة وواحدة وخمسين دقيقة، كانت هذه لك في فيسبوك. أكتو فيسبوك.